اللوز رأيي صراحة. حد فتح الباب هسود عيشة اللي جابوه، هكسر العجل على الكبوت بتاعه، مش ناقص لسه متعورين اول امبارح. عايز يفتح الباب يبص في المرايه، بتكلم بالادب اهو. خلا ايدك، خلا دخل ايدك من الشباك، خلا. شايف انا بقى من المشاريع اللي من غير باب دي المسلم دي، اللي واحد نط عليك وانت ماشي هوب تلاقيه على الجدول. يعني برضه ماشي ايه معاك دلوقتي يا جماعه؟ شوف الزحمه، شوف الزحمه. بعدين انت ما تقدرش تتوقع ايه اللي يحصل، ايه اللي ممكن يحصل. ممكن تلاقي فجأة واحد حاطط لك كلب في الشباك بتاع العربية، واحد رمى عليك في الزبالة. بص الزحمة، بص الزحمة انت ايه. الباب اهو اتفتح اهو. يلا يا باشا. خش يا طماي اخبطهم، خش اخبطهم. فيه الكلب، سيبوا الطرام يعدي.